يفضل قدر الإمكان عدم المشي أو عمل الرياضة في فترة الصوم، خصوصا عند الناس الكبار بالسن، الناس المرضى بأمراض الضغط والكوليسترول والسكر، أو الحوامل مثلا، أو من الأفراد اللي عندهم مشاكل صحية، وذلك يتجنب المخاطر الإصابة بزيادة معدلات السكر داخل الدم، بهبوط السكر، أيضا حصول تقليل في مستوى السوائل داخل الجسم. فهذه كلها من الأمور التي تحتم عدم الحركة والمشي الكثير في نهار رمضان، خصوصا في فترة الشمس. إذا كان هناك أي نوع من التمارين الرياضية المطلوب فالأفضل عملها في بعد وجبة الإفطار، خصوصا إذا كانت وجبة الإفطار لا تحتوي على السكريات العالية أو النشويات الكبيرة، فذلك تسهل حركة الرياضة والمشي في فترة ما بعد الإفطار.